إذا ننتقل الآن للرعاية بعد التعافي من توقف القلب، عملنا إنعاش بشكل جيد، بدأنا التمثيل، إحنا الطريق الهوائي، بلشنا نعطي التهوية بشكل جيد، إحنا الطريق الهوائي المتقدم، بلشنا نعطي الأدوية، أدرينالين وباقي الأدوية، صدمنا المريض، عملنا اضطرابات النظم، عالجنا اضطرابات النظم، حطينا بذهننا التشخيص التفريطي ممكن يعود بعد الدوران العفوي إذا عالجنا الأسباب القابلة للعكس. رعاية ما بعد التعافي من توقف القلب رح يستمر عن الإنعاش حتى لو عاد الدوران العفوي، لكن هون الإنعاش ما بيتطلب تمسيدات، لأنه كلمة عودة الدوران العفوي معناتها رجع القلب يشتغل، لكن هناك الكثير من الإجراءات اللي ممكن من شأنها بتحسن حالة المريض العامة، مثلا ضبط الطريق الهوائي، ممكن يرجع الطريق الهوائي ينسد، أو التنفس ممكن ما يكون جيد فلازم نضبط التهوية، نضبط المتغيرات الهيموديناميكية على رأسها الضغط، نعمل تخطيط قلب كهربائي 12 مسرة للمريض، ممكن المرضى غير المستجيبين اللي ما صحيوا بعد عودة الدوران العفوي نعمل لهم طبقي محوري، نقرر إجراء التداخلات القلبية عند الحاجة، وفي عنا المرضى اللي ما عاد الوعي عندهم نحطهم على تخفيض درجة الحرارة بشكل مستهدف، ولا ننسى أنه نظل عم نقيم بشكل مستمر ونعالج الأسباب القابلة للعكس حتى لو عاد الدوران العفوي. فبداية أول شغلة نلجأ لتدبير الطريق الهوائي، ما بعد عودة الدوران العفوي نركز على الطريق الهوائي بشكل جيد، مثلا ممكن نعطي أكسجين للمريض إذا كان عاد الدوران العفوي بدون تنبيب وعاد التنفس، لكن تنفس سريع أو المريض عنده نقص أكسجين، فنحطه على الأكسجين حتى نوصل الأكسجين 92 لحتى 98، وهيدي توصية حديثة بالنسبة لل92، كانوا سابقا يقولوا أكثر أو يساوي 95 فقط، هلا 92 صارت مقبولة. وإذا لزم الأمر ممكن إذا ما نببنا المريض من قبل، يعني أثناء الإنعاش، ممكن بعض الإنعاشات تنجح بسرعة إذا شفنا المريض عنده جهد تنفسي، عنده استخدام عضلات تنفسية، عدد مرات تنفس عالي، ممكن نلجأ التنبيب الرغامي إذا ما كنا منببين، وإذا كنا منببين نحرص على إعطاء الأنفاس بمقدار 10 ل 12 نفس في الدقيقة، وبنحافظ على المستوى الـ ETCO2 بالكابينوغرافي بين ال 35 و 45 لنأكد على التبادل الغازي الجيد. نحافظ على الحالة الهيموديناميكية، لازم نكون نحافظ على الضغط الانقباضي فوق ال 90، ما زالت التوصية على نفس الرقم، أو الضغط الوسطي فوق ال 65. نرفع الضغط باستخدام السيرومات الملحية بما يصل ل 2 لتر، وبنعطيه على شكل دفعات، يعني ما بنعطي بنشر اللترين مع بعضهم، نعطي 250 ملي كل دفعة. في حال ما استجاب الضغط على السوائل ممكن نبدأ بالداعمات القلبية مثل الدوبامين والنور أدرينالين. تصوير الأوعية الإكليلية، ممكن نعمل أول شغلة بنعملها بعد عودة الدوران العفوي هي إجراء تخطيط قلب كهربائي لكل المرضى، لا نحسن نوصل من قرار التداخل القلبي الإكليلي من عدمه، ممكن نعمل تصوير أوعية إكليلية قسطرة قلبية بشكل عاجل، وطبعا هو أفضل من حل الخسرة في حالات توقف القلب. كل مريض احتشاء عضلي قلبي مع ارتفاع قطاع ST لازم نبعته على تصوير الأوعية الإكليلية، أو إذا كان في عندنا صدمة قلبية وغير مستقرة ما بتستجيب عندنا، وممكن حتى إجراءه للمرضى الاحتشاء عضلي قلبي بدون ارتفاع قطاع ST وحالتهم غير مستقرة حتى لو كانوا بغيبوبة. التخفيض الحرارة المستهدف، نتحكم بدرجة الحرارة المستهدف في حالة المريض اللي ما بيستجيب للتعليمات، يعني اللي عنده غيبوبة، عاد الدوران العفوي ولكن ما زال المريض غايب عن الوعي، فبأسرع وقت لازم نبلش بتخفيض درجة الحرارة، نبدأ من درجة حرارة 32 وحتى 36 درجة مئوية ولمدة 24 ساعة، نحافظ على درجة الحرارة المخفضة. طبعا في أجهزة تبريد مزودة بدارات تغذية راجعة هي بتستخدم لها يعني هذا التخفيض الحرارة، وهون مراقبة درجة الحرارة مو بالميزان العادي، ممكن نراقب درجة الحرارة الداخلية عن طريق مثلا
الحساس عبر المري أو عبر المستقيم أو عبر المثانة طبعا، وأيضا يوصى يعني تخطيط الدماغ الكهربائي بشكل مستمر أو متقطع عشان نشوف الفعالية الاستقلابية للدماغ. ضبط سكر الدم كثير مهم بعد الإنعاش القلبي الرئوي، إذا كان السكر ناقص فلازم نصححه بإعطاء سيروم سكري 50 ملي من سيروم سكري 10% أو 50 جرام، وبنفحص بعد 10 دقائق وبنعطي دفعة ثانية إذا كانت النتيجة ما زالت تحت 72. ويعني هدفنا أن نوصل بالسكر بين ال 72 وال 120، ونتجنب أنه يكون في عندنا فرط سكر الدم فوق ال 120، ولا ننسى التقييم المستمر، ونحط بذهننا إذا عرفنا السبب نبلش بمعالجته اللي هن 5T و 5H. نتذكرون ال 5H هن هايبوكسيا، هايبوثيريميا، سلاكسجي، انخفاض الحرارة، نقص وفرط البوتاسيوم، الحماض ونقص الحجم، تيمبونيد، سطام القلبي، تنشينيوم وسراكس، ريح صدرية، ترومبوزز القلبي والرئوي، والتسممات الدوائية. ما بيوصل نقل المرضى خلال إجراء الإنعاش؟ مثلاً والله أنت عم تنعش، والله بدي أنقله ل هيك صوت. إذا نقل المريض، أول شغلة لا يصاب نقل المريض أثناء الإنعاش، يعني أنت عم تمسد للمريض والله تروح تبعته على قسطرة قلبية، لا يصاب هذا الأمر. أو حتى بعد عودة الدوران العفوي لمدة 10 دقائق بعدها بتنقل المريض، لأنه بعد عودة الدوران العفوي خلال 10 دقائق يعني الذهبية بعد عودة الدوران العفوي ممكن يرجع يتوقف التنفس، ممكن يرجع يتوقف القلب، ممكن يصير معك عدة مشاكل، اضطرابات نظم، بطء قلب، تسرع قلب إلى آخره. ويعني أثناء النقل راح يصير في عندنا فترات يعني كتير مطولة من توقف الضغطات الصدرية. هلا بيستخدموا جهاز يعني الصادم، عفوا جهاز التمسيد الآلي ممكن أحيانا يستفيد، لكن تكرر حدوث يعني التوقف عن الضغطات الصدرية فبيؤدي إلى إنعاش غير فعال، وممكن يؤدي إلى توقف. هذا المخطط لما بيصير في عنا عودة الدوران العفوي، مباشرة نجري ضبط للمجرى الهوائي، إذا ما كنا حاطين أنبوب رغامي ممكن نحط أنبوب رغامي عند الحاجة، نبلش بإعطاء الأنفاس 10 نفس في الدقيقة، نحصل على جي بين 92 ل 98، وضغط الأكسجين عفوا ثاني أكسيد الكربون البي آر سي أو 2 على الكابنيوغرافي بين 35 و 45، نتحكم العوامل الديناميكية الدموية، ضغط الدم لازم يكون فوق 90، ضغط الوسطي فوق 65، نعمل تخطيط قلب كهربائي 12 مسرة لكل المرضى، ونبعث المريض على القسطرة إذا كان في عنده احتشاء عضلة قلبية، إذا كان في صدمة قلبية غير مستقرة، أو ممكن نلجأ للدواعم القلبية مثل النور أدرينالين والدوبامين. نتأكد بعدين أنه المريض هل يعني واعي صاحي عم يتبع التعليمات، فنحطه بوضعية الإفاقة ويعني نبلش يعني إدارة الرعاية الحرجة الأخرى. أما إذا كان يعني المريض غير واعي فنبلش فورا مباشرة بالتحكم بدرجة الحرارة المستهدفة، نخفض له درجة الحرارة ابتداء من 32 وحتى 36 درجة مئوية لمدة 24 ساعة، ومراقب الحرارة، نعمل طبقي محوري للدماغ، ومراقب تخطيط القلب تخطيط الدماغ الكهربائي بشكل مستمر أو متقطع، ولا ننسى أنه نعالج ونقيم الأسباب القابلة للعكس.